ريم، ايش رايك في المرأة القوية؟ اكيد شيء زين. انت قوية؟ اي بعض المواقف اكون قوية. ليش حسيت في عينك في لامعة؟ يعني قعدتي اتمنى اكون وراجعتي احس مواقف في حياتك. اي اكيد قعدت اشوف، بس انا في نظر الكل انا قوية، بس يمكن من داخل ما اكون قوية. يعني احنا ساعات نظهر القوة عشان اللي قدامنا يعرف ان احنا قوية، ممكن نكون من داخل يعني نوعا ما ساعات في اكيد لحظات ضعف. اتمنى اني اكون قويه ما اقدر. ريم، شيء زين ان الانسان يطلع قوي قدام الناس سواء مره ولا ريال. اكيد اكيد، بس شلون طريقه قوته؟ يعني شلون يفرض قوته على الناس؟ هل انا قوي علشان انت ما تتعدى علي، او هل انا قوي عشان انا اوريك ان انا بطل وسوبرمان اذيك؟ يختلف يختلف. يعني انا قويه في بعض الاشياء، يعني احنا ساعات نقول خاصة المرأة الشرقية والعربية بشكل عام لما تدخل مكان تحتاج ريال تقدر هي تصير مرأة وريال. أنت تقدرين تصيرين الاثنين؟ إيه الحمد لله أنا الاثنين حالياً.